ايوب التليلي ينفذ رميه التماسه طويله لعبيدي ما يخلطش على الكره ذكي الكره الاخيره خطيره والهدف الاول الهدف الاول ايوب شعبين يمضي الهدف الاول لصالح الاتحاد الرياضي ببنقردين ممتاز الكره الاخيره وممتاز ايوب شعبين بالرجل اليسرى داخل المنطقه يسدد بالرجل اليسرى قويه جدا ما عمل منجم يعمل حتى شيء معز حسن داخل منطقه 18 متر بالرجل اليسرى كانت قويه ومعاكسه على يسار معز حسن ايوب شعبين يفتتح النتيجه 1-0 لصالح الاتحاد 1-0 لصالح الاتحاد الرياضي ببنقردين ثمين جدا هذا الهدف الى عاد امامكم كانت فوق الدفاع تاتي لايوب شعبين قويه كانت تقريبا وجه لوجه بالرجل اليسرى من ايوب شعبين ويسدد بالرجل اليسرى تمشي على يسار الحارس معز حسن والهدف الاول لصالح الاتحاد الرياضي ببنقردين اتحاد بنقردين الهدف بامضاء شعبين في الدقيقة 46 تتنفذ ومازال اخطر خطيرة ولا تعادل التعادل النادي الافريقي يسجل هدف التعادل امام الاتحاد الرياضي من قردين من اقدام كينغسلي ايدو هو صاحب هدف التعادل اي الاعادة امامكم او فيديريك بيكورو هو صاحب هدف التعادل فعلا بيكورو صاحب هدف التعادل للنادي الافريقي ضغط النادي الافريقي وسجل هدف التعادل في الدقيقة 56 من سيمر من الدور السادس عشر يستعد كينغسلي يركز كينغسلي ايدو يركز سيف الدين الشرفي يمحن ويستعد كينغسلي ويسجل الضغط الكبير على ابناء الدار غازي يتقدم ويسجل 1-1 غازي عبد الرزاق يسجل ويتواصل الإثارة هناك تركيز هناك صحيح لكن هناك ركلات حان العرفاوي ويسجل نسيم السيود قلت انها ركلة حظ قلت هذا نسيم السيود يتقدم نسيم السيود ويسجل الى حد الان كل اللي سددوا بطريقة فنية احمد خليل للنادي الافريقي يتقدم خليل ويتصدى في مرة اولى لكن يسجل احمد خليل يسجل من سيجتاز عقبة الدور السادس عشر الحباس يسجل مع سيف الدين الشرفي حارس مرمى الاتحاد يتقدم غيث الزعلوني ويسجل الركلة الترجيحية الرابعة لصالح الاتحاد الرياضي من قردان يتقدم ويتصدى نور الدين الفرحاتي يتصدى نور الدين الفرحاتي للركلة الترجيحية الرابعة ننتظر ادم التوس سيف الدين الشرفي التوس ويسجل ويمر النادي الافريقي الى الدور الموالي التوس ينجح ومبروك للنادي الافريقي بهذا الترشح